ادي المايك لادم كده بقى. ادم ادي المايك لادم، يعني الف حمد لله على السلامه بعد يعني دورك في لعبه نيوتن كان مشهود له، مش السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها، فكان دور مهم جدا، لكن كان دور سيريس. كان دور سيريس ومهم. انت دلوقتي طالع دور كوميدي، طالع برضو ايه، ابنها ولا جاي معاها من كندا ولا ايه؟ برضه طالع ابن سيفا ومبسوط قوي، يعني اول مره امثل معاها، بس يعني بجد كل يوم بنتعلم حاجه، وهي من اطيب الناس اللي قابلتها في حياتي، ويعني مش عارف I can't say enough good things about her يعني. وهي اول مره اجرب حاجه كوميدي. انا عايز احكي بس على اول يوم تصوير ليا مع استاذ محمد ثروت. انت فاكر اول مشهد انا داخل؟ انا فاكر اليوم ده. انا بجد انا حاسس ان انا رميت كلمه وانت با 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 ورا بعض، فانا قعدت انا بصيت للاستاذ عمرو، الحقني اعمل ايه، راسي بعيد. استاذ عمرو بيبص على حاجات غير. فلا انا مبسوط قوي، وبصراحه كل حد بيساعد، فده بيسهل كل حاجه عليا. الكوميديا المصري والإفيهات المصري مش سهلة يا آدم، لازم تبقى ويتي كده وعارف ازاي وسريع وتعرف ترد الكلمة بكلمة وثروت رهيب، يعني ثروت بولدوزر كوميديا، يعني انت بتتكلم في حاجة داخلة تجتاح المنطقة يعني.